مشاهدينا الكرام، دلوقتي خلينا نساعد بعض يعني في هذا الخبر وهذه المحادثة اللي إن شاء الله هنعملها بعد ثواني. كتير مننا ممكن أنه يتعرض لنوع من أنواع الإحباط من الناس حواليه في مواقف مختلفة، وده طبعا بيكون من التجارب السلبية اللي محدش فينا بيكون عايز أنه يتعرض ليها. ده بيتطلب العودة إلى شعورنا بالإيجابية بعد سلسلة من الإحباطات، من القوة وحب الذات، وإن لازم نعود مرة أخرى إلى سابق عهدنا وهو القوة. لكن احنا هنقول لحضراتكم ازاي نتعلم نحب نفسنا، ازاي نحافظ على الاحساس بالسعاده في الوقت اللي ممكن يكون البعض بيحبطوا اللي جنبهم. خلينا نتعرف اكتر عن هذا الموضوع مع الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذ دعاء، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مما لا شك فيه ان ساعات كتير بيكون في يعني محيط بالشخص عدد من الناس اللي على طول بتشتكي، اللي على طول شايلة الهم، اللي على طول مكشرة ويمكن حتى مش عايزة ترد صباح الخير. مع الوقت بنلاقي ان الشخص ده بدأ هو كمان يبقى زيهم، مكشر، مش عايز يتكلم، محبط. هل ده بيكون بجد ولا هو عشان يبقى مواكب يعني الأحداث بيبدأ كمان ده يبقى رد فعله؟ هو اكتشفوا في المخ حاجة اسمها الخلايا المرآتية. الخلايا المرآتية دي بتلتقط يعني الصورة والإشارات من الشخص اللي قدامك وتتأثر بيها. فلما بتبقي قاعدة مع حد حزين ومتشائم ومحبط أو في أي حاجة من المشاعر السلبية، فبعد شوية هتلاقي نفس المشاعر دي تسربت إليك وأنت مش واخدة بالك. فتتسرب عن طريق الخلايا المرآتية اللي التقطت هذه الإشارات وارسلت للمخ رسائل بانه الامر يعني غير مريح وانه الاحوال سيئه، فبالتالي المخ بيستجيب ويبعت اشارات للغدد الصماء اللي في الجسم اللي تفرز الهرمونات، فتتاثر افرازات الهرمونات وكيمياء المخ كلها تتاثر، وتجدي نفسك انك بقيتي في حاله زي اللي قدامك بالظبط، رغم انك ممكن تكوني معترضه على احباطه او غضبه او بفكره ان لو واحد بيغرق وحد جاي ينقذه ممكن يغرق معاه. ده دي صحيح. النتيجة. طيب هو السؤال بقى، مدرب على مقاومه هذا الشعور بالاحباط. ما هو ده بقى السؤال، يعني حتى في التعبير الدارج ده بيقول ايه، الاصحاب لازم يقفوا جنب بعض. طب ما هو يقفوا جنب بعض وفي الاخر كلهم يقعوا، ولا ازاي يفصلوا ان يبقى في حد فاصل؟ في ناس عندهم هذه القدرة على الإنقاذ دون أن يتورطوا في الإحباط، يعني يبقى قادر يحتفظ بإيجابيته وأمله وتفاؤله حتى في الظروف الصعبة. في ناس بيبقى تركيبتهم وظروف حياتهم وتجاربهم الحياتية علمتهم كده، وبالمناسبة عملوا بحث مهم جدا في كذا دولة في العالم وطلعوا منه في يعني كتاب عن الصمود، الصمود النفسي. فعددوا 10 عوامل بتخلي الشخص يبقى عنده صمود نفسي في مواجهه الاحداث المحبطه والاحداث اللي بتخليه يشعر بالهزيمه او بالانهيار. فلقوا اول حاجه سموها التفاؤل الواقعي. الكلمه مهمه جدا لانه في نوع من التفاؤل اسمه التفاؤل القصدي الساذج، انه تبقى الدنيا بتنهار او الدنيا بتتهدى حواليا وانا يعني كده مبتسم ومتفائل ومبسوط. ده مش حاجه كويسه، لكن التفاؤل الواقعي انه انا متفائل وعندي امل انه بكره احسن وانه اي مشكله مهما كانت هيبقى ليها حل، بس في نفس الوقت انا واقعي وشايف المخاطر اللي حواليا وشايف مسارات الحلول وبشتغل عليها، وكل يوم بعمل حاجه تبعدني عن المشكله وتقربني من الحل. نعم. فالتفاؤل الواقعي ده موجود عند ناس اما بالفطره واما بالتجربه الحياتيه. نعم، يعني باختصار ما نخليش حد يجذبنا لاننا كمان يبقى عندنا طاقه سلبيه، لازم يبقى في نوع من انواع الحدود وكل واحد كده يبقى يعني مركز مع نفسه كمان. دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخله، ويا رب دايما الناس كلها تبقى في طاقه ايجابيه وسعاده يا رب باذن الله، وسعاده تكون على اساس واقعي زي ما دكتور محمد بيقول لنا.